في العراق أكثر من 8 ملايين سيارة، النسبة الأكبر منها في بغداد، وأكثر من 1 مليون مخالفة مرورية سجلتها مفارز شرطة المرور منذ بداية العام وحتى مطلع الشهر الحالي. مخالفات تنوعت، لكن أبرزها عدم ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة والتجوال بالعجلات من غير رخص قيادة، والسير بسرعة شديدة وعكس الاتجاه، مما ولد حوادث خطيرة ومميتة. حقيقة أكثر المخالفات واللي سببت حوادث مرورية ووفيات بهذه الحوادث هو السرعة الجنونية أو السرعة الشديدة، والسرعة بتهور ورعونة، كذلك الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، استخدام الهاتف النقال، السير عكس الاتجاه، استخدام شاشة الديجيتال، كذلك عدم ربط حزام الأمان. رصد المخالفات في الشارع من قبل شرطة المرور عده المواطنون من أصحاب المركبات قانوناً مرورياً ينبغي الالتزام به لتجنب الغرامات والحوادث. شوف أكثر السواق تليفوناتهم بيديهم دا السوق، والسرعة الشديدة وعدم اتباع على حركة السير، فهي هاي أكثر الحوادث سببها، يعني عدم اتباع لو بهاتف لو يعني دا يحكي اللي بصفه يعني. بالتأكيد المخالفات كلها واقعية وصحيحة، ماكو شغله شخصيه المرور يشخصنها مع المواطن، بالتاكيد لا، فيطبق القانون بصوره صحيحه، واحنا ان شاء الله نتعاون وياهم حتى يعم السلام بالمنطقه ان شاء الله. قانون، وثاني شيء يحميني من لا سمح الله حادث شيء. اهم شيء السرعه، اياكم باركم السرعه، ترى وراها ندم. امشي على كيف وماكو شيء مستعجل، يعني شنو واحد يمشي سرعه. الوصول بسلامه الى العمل او المنزل يحكمه التزام سائقي المركبات بالأنظمة والتعليمات المرورية للحفاظ على حياة المواطنين، لكنها ما زالت تحتاج إلى إرشادات توعوية لضبط الشارع. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.